هو الذهب غريب. المؤهل انا خريجه كليه تجاره خارجيه شعبه محاسبه جامعه حلوان. انا من سنين طويله قوي متخرجه، ممكن تقول ان انا بلعب في الثلاثينات، بس انا لسه عايشه بروح العشرينات، ولو رجعنا كمان سنه ورا ممكن تلاقيني لسه بالضفاير بلعب وبتنطط، ولسه عندي امل اني انا لسه صغيره كده. انا خلصت كليه التجاره الخارجيه، وبعد ما خلصت المؤهل بتاعي زي حال شباب كتير قوي من طبعا اخواتي والشباب واصدقائي وكده، ف كنت بتمنى ان انا اخلص البكالوريوس بتاعي، وابقى طبعا انا كنت معتقده وكنت متخيله ان انا هقعد بقى الكمبيوتر والتكييف والحركات والمكتب ومحاسبه في احد البنوك او في الشركات، لكن للاسف انا ما عنديش واسطه، ما عنديش راس مال ممكن يخليني اعمل مشروع كبير، او ممكن يخليني ان انا مسنود على حاجه كبيره، او حد يزقني في مكان زي كده. فطبعا للاسف انا كنت لاقيه البيبان متقفله، فكان لازم اني اعتمد على نفسي قوي في اني احفر لنفسي مكان. ازاي امتى معرفش، هي علامة استفهام كبيرة قوي اتحطت، بس أنا رميتها وفوضت الأمر للمالك، أنا لا أملك أي شيء. سنتين public relation وماركتينج، لكن بعد رحلة مجهود كبيرة وتعب فلقيتني بعد كده بنزل وسط البلد وبمشي فيها، في بقى لوغاريتمات وفي افكار متضاربه وفي موضوع صعب، ان بعد ازاي بكالوريوس اتقبل فكره اني ممكن افتح مكان اقف فيه وابقى في الشارع. فدي كانت صعبه جدا، القرار نفسه كان صعب، ما كانش سهل. انا رغم ان انا اصلا في الطبيخ وعمايل الخضار والحاجات دي كلها، انا لا افقه شيء، انا امي فاهمه كل حاجه في المطبخ. انا بالنسبه لي من مدرسه للبيت للجامعه للمذاكره للكلام ده كله، انا ما عنديش اي حاجه تانية انا ممكن اعملها، لكن تطوعا انا قلت اجتهد اعمل ده، لان الشعب المصري بيموت في حاجتين او في ثلاث حاجات بالاخص، يعني بيحب الاكل، بيحب الشرب، وبيحب الكوره. فخليني العب في الحته بتاعتي اللي ممكن يعني اجتهد فيها شويه وممكن يكون فيها صدى كويس، هي حته ان انا ممكن اعمل سندوتشات او ممكن اعمل وجبات تبقى المشروع لطيف. طورت المشروع عن طريق ماما لما وقفت شويه وبدات ان انا ابدا يعني اتعكز على نفسي، فلقيت ان المكان يعني بيحتاج لحبه رز وحبه محشي وخضار. طبعا انا لا افقه شيء في الكلام ده، ما فهموش وما اعرفش اعمله، لان امي اللي تعرف. ماما بدات تعمل الرز والمحشي والخضار كل الكلام ده بانواعه، فانا لقطت من ماما القصه، بدات افهم منها هي بتتعامل ازاي، بدات اتعلم منها وبتعلم منها وبتعلم في الزباين، والزباين عندي غلابه يعني بيتقبلوا الموضوع باي حاجه. فكانت الموضوع الفكره جت كده، هي فكره مجنونه شويه شجاعه، ما اظنش ان ممكن اغلب الناس يكون عندها جراءه ان هي تعمل الموضوع ده. فكره المكان حلوه جدا، يعني شغل وحلال ما فيهاش اي مشكله، يعني كويس. الفكره حلوه، وكمان يعني ايه، ممكن اي حد اتزنق معهوش ان هو يشتغل في حته، معهوش يعمل مشروع كبير، مشروع بسيط، والمحل يعني ما نقولش 2 متر في 2 متر، ومع ذلك عامل يعني انت شايف الناس قد ايه وكده. لا الفكره حلوه، فكره كويسه. العقبات اللي قابلتني في المكان، لا مفيش عقبه اكبر من انك تتقبل وضع ان انت خريج كليه وتوقف في الشارع. هي دي العقبه، انك تقبل ده، تتصالح مع نفسك. عشان انا استوعب الموضوع ده فده خدت فيه سنين طويله قوي، ما جاش في يوم وليله. لكن اي مهنه في اي حته بتقابل عقبات. الصحفي بيقابل، الجزمجي بيقابل، رجل الاعمال بيقابل، المحامي بيقابل، الاهواجي بيقابل. العقبه تحديات، هو انك تستوعب فكره
انك سواء خريج معهد عالي او خريج كليه قمه او خريج كليه عاديه او انت خريج علوم تجاره وفي الاخر بتنسى كل ده, بترمي الاحلام دي كلها, كل ده بيترمي ورا ظهرك عشان تصدق فكره انت واقف في شارع. فما كان من الاول بقى كنا سيبنا كل التعليم, كل السنين اللي ضاعت حوالي 24 سنه او 25 سنه في تعليم, وكنا وقفنا من الاول في شارع. عشان انا اتقبل الفكره دي انا قعدت فيها سنين طويله عشان استوعبها وعشان افهمها عشان ادركها, علشان في الاخر خالص بقى لما فهمت الوقفه ولما وقفت في الشارع حمدت ربنا ان ربنا عمل فيها كده, لان الوقفه دي اهم من اي جامعه وافيد من اي سكشن ومخلصه جدا في توجيهاتها ليا عن اي حد في الحياه. انا مش ندمانه على اني وقفت في الشارع. الانواع الاكل اللي بقدمها, انا بقدم, انا عندي قسمين, قسم السندوتشات ودي حاجه سيمبل قوي 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 قوي, بعتمد فيها على ما هو ما ياخد ما ياخدش مني لو وقت ولا مجهود. الكبده بالرده والكفته بانيه والفراخ البانيه, ساندوتشات الجبنه انواعها, جبنه رومي, جبنه البيضه, الحلاوه, المربى, العسل بالقشطه. اوكي, القسم الثاني هو قسم الخضار اللي هو بتاع قسم بقى امي, ام ذهب. بنعمل الرز بالشعريه والمكرونه, رز بالشعريه, مكرونه, ملوخيه ناشفه, الخضار بانواعه, المحاشي اللي هو الكوسه والفلفل والكرنب, الفراخ المحمره كده, يعني حاجات لايت خفيفه مش كتيره. المختلف في المكان عندي ان انا بعامل الزبون بتاعي مش زبون, الناس اللي بتيجي دول اصحابي واهلي وحبايبي, يعني بتقبلوا اي موضوع وبتقبلوا اي اكله. يعني لو تخيل لو سي مثلا انت في مطعم بره لقيت الملح, يعني مثلا ملح زيت سيكا مثلا, او لقيت اسلوب في التعامل مختلف, انت بترفض انك تتعامل بالمنظر ده. لكن انا عندي هنا ناس حابين فكره قوي, هم مش جايين ياكلوا, هم جايين علشان في مكان بيضم وبيلم كاننا اسره وكاننا اهل, فهم حابين الاحتواء في المكان. هو ده الاختلاف عندي. لكن ان مصر وسط البلد مليانه مطاعم, لكن مش وسط البلد فيها حضن وقلب ممكن يضمك بصدق. انا لما اوجه رساله للشباب, انا عايزه اقول لكل اصحابي وكل اخواتي الصغيرين, حبايبي صباح الفل يا اسلام, اقعد على القهوه وعيش حياتك واخرج واتنطط وافرح, بس احنا مش 24 ساعه على القهوه, مش 24 ساعه في البلاي ستيشن, لا, فكر واشتغل واعمل اي حاجه, اي قصه, هتلاقي ربنا مفتح لك حاجات كتير قوي, وهيسخر لك بني ادمين وهيسخر لك كائنات تقف معاك في حياتك. هتقول لي انت عملت ايه, هقول لك لا انا عملت, انا بفضل الله عملت كيان في وسط البلد ولسه فيا نفس بحلم. هتقول لي ذهب غريب بتحلم بايه, هقول لك انا بحلم اني اكون اعلاميه بين قوسين مقدمه برامج. ما دمت انا عايشه يبقى انا لسه بحلم, ما دمت انا لسه بحلم يبقى انا عايشه. هي دي المعادله. تعالى بقى في اخر الموضوع خالص نلخص كل الكلام ده كله في جمله واحده, قاعد بين اربع حيطان ومش عاجبك حالك, الدنيا بعيده عنك ومش ضحكالك, معلش سيرها في يوم تروق وتحلى, ربك هو اللي خلقها وسخر الكون كله عشانك.